مشاهدينا أهلا بكم ضمن أخبار الظهيرة، هذه أبرز العناوين. تقرير النموذج التنموي الجديد مشروع وطني وفق مقاربة تشاركية، شخصت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقترح رؤية تمتد على مدى 14 سنة من إهدافه تحقيق نهضة شاملة. حصيلة وبائية غير مسبوقة تجاوزت المستوى القياسي المسجل في نوفمبر المنصرم، حوالي 7000 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، مؤشر مقلق يهدد بانتكاسة وشيكة. الأشخاص في وضعية إعاقة وسبل النهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، موضوع لقاء ذي الرباط لتبادل الرؤى من أجل تغيير نظرة المجتمع لموضوع الإعاقة وسبل الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة. أهلا بكم من جديد. يعتبر النموذج التنموي الجديد الذي أعدته لجنة خاصة بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مشروعا مجتمعيا ضخما تطلب إنجازه عاما ونصف. مشروع يقدم وفق مقاربة تشاركية تشخيصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويقترح رؤية لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية بالمملكة. تقرير عماد أمسمير. استراتيجية النموذج التنموي الجديد تهدف في تناسقها إلى خلق ميثاق وطني من أجل التنمية، ميثاق مرجعي مشترك لجميع القوى الحية في بلادنا بكل أطيافها لاعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية. تنطلق هذه الاستراتيجية من طموح النموذج التنموي في أفق سنة 2035، فالمملكة المغربية تزخر بإمكانيات تنموية مهمة، وانطلاقا من هذه المؤهلات يتبنى النموذج التنموي الجديد كطموح مشترك الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة. ومن أجل ذلك تم تشخيص صريح وشفاف للنموذج الحالي، فقد قامت اللجنة بتحليل شفاف ودقيق للنموذج التنموي الحالي قصد الوقوف على مكتسباته ومكامن ضعفه والهوامش المتاحة لتحسينه. وانطلاقا من هذا التحليل الدقيق والمعمق، اعتبرت اللجنة أن النموذج التنموي الجديد بإمكانه تجسيد الطموح المنشود شريطة توفير الإمكانيات والوسائل لإنجاحه. فالتقرير يحدد مرجعية جديدة للتنمية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود تم اقتراح تبني توجه تنظيمي من شأنه توطيد العمل المشترك وتوثيق التزامات الفاعلين، ويرتكز هذا التوجه على التكامل ما بين دولة قوية ومجتمع قوي. إشكالية ديال الإنتاج ولا خلق الثروة اللي كنديروها ولا الوتيرة ديال الاقتصاد غير كافية لاستيعاب طلبات ديال التشغيل. كاين واحد نقص من هذه الناحيه، وكاين فيه ضغط كبير وكيطلب منا روح ديال الابتكار والعمل بشكل مغاير. النموذج التنموي الجديد يحدد خيارات استراتيجية ورهانات مستقبلية من خلال اقتراح خيارات من شأنها إطلاق دينامية جديدة لخلق الثروة تمكن من إدماج جميع المواطنين وجميع المجالات الترابية، وتعبئ إمكانات البلاد وتغتنم كافة الفرص المتاحة. وتواكب هذه الخيارات الاستراتيجية مجموعة من المقترحات العملية كما يحدد النموذج التنموي الجديد. 64% نتاع المقاولات ديال المغرب هي مقاولات صغرى جد صغرى، ما تخدمش اكثر من 10 نتاع الاجراء.
ملي تنشوفوا براءات الاختراع اللي تتحط اليوم عن طرف المقاولات 50 كل سنه، فلهذا خصنا واحد هاد تحويل الانتاجي، وخص يكون واحد الرجة مقاولاتية باش نحسنوا هاد الوضعية هذه، وباش نردوا هاد المغرب واحد الأرضية نتاع الانتاج بامتياز. وبالنسبة لرافعات التحول، تقترح اللجنة تحديث الجهاز الإداري فيما يخص الكفاءات وطرق العمل والاعتماد الكبير على الرقميات بالنظر إلى آثارها من حيث تحقيق التحول السريع، ويتطلب ذلك تحديثا سريعا للبنية الرقمية ولتمويل النموذج التنموي الجديد. فبالنسبة للإصلاحات المهيكلة خصوصا تلك المتعلقة بالرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، فيمكن تعبئة الموارد عن طريق اللجوء إلى سوق الرصاميل وتعبئة الشركاء والمانحين الدوليين. وبالنسبة لمشاريع التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية، سيكون من الأجدر تعبئة موارد إضافية عن طريق جذب المستثمرين المحليين والأجانب. ولتفعيل النموذج التنموي الجديد، تم اقتراح آليتين لمواكبة تنزيل النموذج التنموي. تتمثل الأولى في ميثاق وطني للتنمية يهدف إلى تكريس التزام كافة القوى الحية ببلادنا تجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة. أما الآلية الثانية تتعلق بإحداث آلية تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتتبع وتحفيز الأوراش الاستراتيجية وقيادة التغيير. وللتفصيل أكثر في هذا الورشة التنموية الرائد، نربط الاتصال المباشر بالسيد عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشوق بالدار البيضاء. أستاذ مرحبا. النموذج التنموي الجديد، تفعيل الإرادة الملكية السامية من أجل بلورة مخطط تنموي جديد يواكب رؤية جلالته الاستشرافية، ما هي التوجهات الكبرى التي رسمها النموذج لتحقيق أهداف التنمية؟ هناك عدة توجهات، من أبرزها التوجهات الاقتصادية. فمن المنتظر أن يعرف الاقتصاد المغربي تسريع في إعادة هيكلته حتى يتمكن من خلق قيمة مضافة أكثر، حتى يتمكن من خلق مناصب شغل أكثر، وحتى تتبلور القطاعات الاستراتيجية مكانة أكثر أهمية. أيضا من التوجهات والاهتمام أكثر بالرأس المال البشري، وخصوصا عبر التعليم عبر الصحة. فمن المنتظر أن هذين القطاعين الحيويين والاجتماعيين أن يحظيا باهتمام كبير، لأن هناك أولا انتظار من طرف المواطنين لتجويد التعليم والصحة، وأيضا لهذين القطاعين أهمية كبرى في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية. أيضا من الأهداف الكبرى هو النقصان من الفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية، بحيث أن من الأهداف أن الفوارق الاجتماعية التي يعرفها المغرب تعرف نقصانا كبيرا، وهذا يمر أولا من حيث تحسين الدخل، من حيث تحسين الشغل، وأيضا من حيث إدراج استراتيجيات كالحماية الاجتماعية الشاملة التي من شأنها أيضا أن تحد من الفوارق الاجتماعية. أيضا هناك هدف للنقصان من الفوارق المجالية، بحيث في المغرب هناك ثلاث جهات تحظى بأكثر من 30% من الناتج الداخلي. الآن المغرب يسير إلى توازنات من حيث خلق الثروات في جميع الجهات، حتى يشمل هذه النهضة الاقتصادية والاجتماعية جميع المغاربة في مختلف الجهات. أستاذ، النموذج هو أيضا امتداد للاستراتيجيات وبرامج قائمة الذات، أعطت نتائج مثمرة في شتى القطاعات. كيف اعتمد النموذج التنموي في صيغته الجديدة على المكتسبات التي تحققت طيلة العقدين الأخيرين؟ كما تفضلتم، المغرب خلال العقدين الأخيرين عرف نهضة في مختلف على مختلف المستويات، المستوى السياسي، ترسيخ للديمقراطية، في المستوى الاجتماعي، بحيث كان هناك يعني تقدم كبير في نقصان الفقر في المغرب. أيضا هناك من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها وقع في حد من الفوارق وفي خلق مناصب شغل. المغرب أيضا عرف
معرفة نهضة من ناحية الاقتصادية، بحيث للمغرب عدة استراتيجيات قطاعية كالسياحة كالصناعة كالطاقة المتجددة كالفلاحة كالصيد البحري، وهناك يعني بالأرقام تقدم كبير في مختلف هذه القطاعات، والآن يجب التركيز والاهتمام أكثر وإدراجها في استراتيجيات تخلق أكثر مناصب شغل وأكثر قيمة مضافة. المغرب أيضا عرف تطور كبير في البنيات التحتية من حيث الطرق من حيث الموانئ، ونعرف النهضة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من كميناء الداخلة كالطرق، توسيع الطرق ما بين مدينة تيزنيت ومدينة الداخلة على حوالي 1100 كيلومتر، وكل هذه المشاريع هي مشاريع مهيكلة الآن يجب تطوير الاستثمار حتى يعني تتيح جميع الفرص لخلق المقاولات للريادة لخلق الشغل، لأن المغرب يعني عرف تطورا كبيرا. الآن الهدف هو التسريع من وتيرة التنمية الاقتصادية، فالمغرب عرف نموا ما بين 4 و5% خلال العقدين الأخيرين، الآن الهدف هو المرور إلى يعني وتيرة 6 إلى 7% حتى يمكن أولا أن نخلق الشغل، وثانيا أن نتصدى لجميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وحتى يسير المغرب نحو الازدهار كما يريد له صاحب الجلالة من حيث هذه المنظورية التي يريد صاحب الجلالة للمغاربة، أن يعيشوا في كرامة، أن يعيشوا في ازدهار، وأن يعيشوا يعني في طمأنينة، وهذا ما نسير إليه. المغرب أيضا في استراتيجياته عرف انفتاحا كبيرا على إفريقيا، وهذه من الركائز المهمة التي مكنت المغرب الآن أن يكون يعني شريكا سياسيا واقتصاديا ل عدد كبير من الدول الإفريقية، وهذا أيضا يرسخ المكانة الجيوستراتيجية للمغرب ومكانته في إفريقيا وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية. عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين شق الدار البيضاء، شكرا على كل هذه التوضيحات. في الحصيلة الوبائية اليومية، مستوى قياسي غير مسبوق سجلته بلادنا أمس تجاوز الرقم المسجل في نوفمبر المنصرم، 6971 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و2690 حالة شفاء، و27 وفاة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة بلغ 746 حالة، منها 20 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبخصوص الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، فقد بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى إلى حدود اليوم 12,520,195 شخصا، وعدد الملقحين بالجرعة الثانية 9,924,212 شخصا. عملية التلقيح ضد فيروس كورونا تعرف زخما متسارعا، الزيادة في عدد الملقحين تهدف التسريع بالعودة إلى الحياة الطبيعية، ولهذا الغرض تم إحداث مراكز إضافية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع. من قلميم نتابع ربورتاج حافظ محضر وجمال الخصاصي. نعم، من هذا المركز تتواصل عملية التلقيح ضد وباء كوفيد 19 على مستوى إقليم قليميمة. هذا المركز هو الأكبر على صعيد الجهات الجنوبية الذي خصصته السلطات المحلية هنا بقليميمة من أجل تسريع عمليات التلقيح وتمكين أكبر نسبة من المستفيدين من تلقي جرعاتهم في ظروف مثالية. إذن كما تشاهدون إقبال ملحوظ على هذا المركز من قبل عديد المستفيدين من هذه العملية. شروط التباعد، ارتداء الكمامة، ضوابط أساسية ترافق هذه العملية. نعم، إذا جيت اليوم باش استفدوا من اللقاح بهذا المركز هذا، يعني أكيد ظروف مثالية لتلقي الجرعة ديالكم هنا في هذا المركز. كنشكر سيدنا على هذا اللقاح، هذا الشيء تبارك الله زين، استقبال زين، ما شاء الله، شكرا.
شكرا جزيلا. انتم من الفئه ديال 25 سنه اكيد جيتوا اليوم باش تلقوا الجرعه ديالكم اللقاح. اليوم جينا نبوا النداء الواجب الوطني المغربي. الحمد لله احنا دائما وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله. احنا اليوم جينا باش ندوا واجب التلقيح، تلقحنا اليوم ان شاء الله والحمد لله، باقي الجرعه الثانيه اليوم الجرعه الاولى والحمد لله. احنا ما بغينا المغاربه كاملين ما يصيبهم والو. احنا من سكان اسيا، يعني الظروف حكم بعيد شويه داك الشيء، جيت هنا الحمد لله يعني الامور جيده، التعامل زين لا بالدكاتره ولا السلطه المحليه. نعم شكرا. معنا السيد سعيد بوجلبه المدير الجهوي للصحه. اذا اليوم الكل معبأ من مصالح الصحه العموميه والصحه العسكريه والسلطات العموميه، الكل مجند لانجاح هذا الرهان الوطني. تنشوفوا بان كاين واحد الاقبال كبير على المركز ديال التلقيح على صعيد الجهه وكذلك على صعيد ديال اقليم قلمي مودن، وهذاك بواسطه هذا بسبب ان كاين واحد العمليه توعويه وتحسيسيه اللي قامت بها لا الاطر الصحيه ولا الناس ديال السلطات المحليه والجهويه وكذلك المجتمع المدني اللي تيقوموا بواحد الدور مهم في هذا الاطار هذا. والدليل على ذلك كما تشوفوا واحد الاقبال اللي كاين هنا بالنسبه لهذا المركز، هذا المركز الكبير في قاعه مغطاه باش يمكن له يستوعب واحد العدد كبير ديال المستفيدين. الحمد لله الامور غدا من حسن الى احسن، يعني نتمنوا في خلال الايام القليله القريبه ان شاء الله نوصلوا لهذيك المناعه الجماعيه المتوخاه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي ان شاء الله. نعم شكرا لكم السيد المدير. اذا على قدم وساق تتواصل هذه العمليه على صعيد اقليم قليميم والهدف تحقيق مناعه جماعيه ما يضمن عوده الحياه الى ايقاعها العادي. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال مباشرة من مدينة قلميم بالسيدة فدوى بوعيش المسؤولة عن عملية التلقيح بإقليم قلميم. سيدتي مرحبا. توسيع الفئة المستهدفة من التلقيح لتشمل الشباب، ما الانعكاس الذي سيكون مرحبا لانخراط هذه الفئة في حملة التلقيح على مستوى المؤشرات الوبائية؟ اولا السلام عليكم. بالنسبه في هذا الاطار ديال الحمله الوطنيه للتلقيح المواطنين ضد مرض كوفيد 19، كنعرفوا بان اتخذت واحد التدابير كثيره في هذا الاطار اللي منها كم حمل الكمامه، التباعد الاجتماعي، النظافه، ولكن كنعرفوا كاملين بان التلقيح كيبقى هو الوسيله الانجع للحصول على واحد المناعه شخصيه وكذا مناعه جماعيه. بالنسبه لهذه الايام كنحصلوا هذه الايام واحد اقبال كبير لفئه الشباب باب ال 25 سنه الفوق اللي كيحضروا معنا هاد الايام الاخيره بكثافه في جميع المراكز ديال الاقليم اللي هي 40 مركز اقليم تلقيح، وكذا هذا المركز الكبير اللي كنتواجدوا فيه اليوم اللي كيعرف واحد الاقبال كبير اليوم. بالنسبه لهذه الفئه كتراها هذه الفئه كما كنعرفوا ما كتستناش من هذا المرض، يعني هذا المرض يقدر يصيب اي واحد من هذه الفئه، كذلك يصيبها بالحالات الخطيره يقدر يكون يقوم بها واحد يعني شخص من الشباب قدر يدوز المرحلة الخطيرة وكذا، يعني أن مهمة بالنسبة ليه ومهمة جميع الناس اللي كيقطنوا معاه في المنزل اللي كيقدر يعرضهم الحالات الأخطر اللي هما كالناس ذوي الأمراض المزمنة وكذا الناس الكبار السن. بهذا الخصوص بلادنا تبذل المجهودات جبارة من أجل تفادي فقدان المزيد من الأرواح في سياق ظرفية وبائية تزداد خطورة، ما أهمية انخراط الأشخاص الذين يعانون من هشاشة مناعية في عملية التلقيح؟ كما كنعرفوا ان هاد الناس اللي تكلمتي عليهم اللي كبار السن وذوي اللي كيحملوا امراض مزمنه سملاتهم الحمله الوطنيه في الاول، لان كانت هي الفئه المستهدفه في الاول في البرنامج المخطط الوطني. الحمد لله التلقيح ديالهم داز في ظروف جيده بجهود جميع المصالح اللي كاينه في هاد اللي كيكوردون في هاد لاكسيون هذه كامله. هاد الناس تلقحوا
اكتسبوا الحمد لله غيكونوا اكتسبوا مناعه لاننا غنلاحظوها في انخفاض عدد الحالات الخطيره. التلقيح الشباب كذلك غيساعدنا كثير في الحفاظ على هاد الناس اللي كاينين في المنازل ديالهم. لذا كنذكر جميع الناس بان اللقاح متوفر، الاطقم موجوده الحمد لله اللي كتقوم بواحد العمل جبار نشكروها. جميع السلطات راه متجنده يعني نتلقحوا باش نرجعوا للحياه عاديه ان شاء الله، وباش نكتسبوا مناعه جماعتيه. والتلقيح راه كيبقى هو الوسيله الانجع اللي نسالي بها الجمله ديالي وشكرا. اذا السيده فدوى بوعيشه المسؤوله عن عمليه التلقيح باقليم قلميم كنت معنا مباشره من مدينه قلميم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. في مدينة الصويرة التي تستقبل هذه الأيام من فصل الصيف العديد من الزوار، تعمل السلطات المحلية والصحية على تشديد المراقبة على الفضاءات العمومية وخاصة المقاهي والمطاعم لمراقبة مدى التزام العاملين بها بالإجراءات الوقائية ضد كوفيد-19 ومدى تقيد الزبناء بالتدابير الاحترازية. لطيفة بن حليمة وعبد الغني الطهراوي. الصويرة تستعيد بهاءها ونشاطها السياحي بعد أشهر من الجمود. ساحات حاضرة الرياح وفضاءاتها ومدينتها العتيقة تستقبل العديد من الزوار في هذه الفترة، لكن ليس بنفس الوتيرة المعتادة بسبب جائحة كورونا التي فرضت العديد من الإجراءات الوقائية. أغلب الزوار والساكن هنا يلتزمون بالتدابير الاحترازية التي سنتها السلطات العمومية. الحمد لله مدينة الصويرة لاحظت أن الناس أغلبيتهم دايرين احترازاتهم، تيلبسوا الماسكات، المعقم دايما معانا حنايا لأنه ما عايشينش في المغرب، فكنتمناو أن الناس اللي سواء المغاربة ولا الجالية اللي جات تبقى ملتزمة بهاد الإجراءات اللي هي الكمامة للصغار والكبار وايضا المعقم والتباعد اهم شيء. بالنسبه للناس بحال هاد الاماكن العموميه، المقاهي ولي ريستو لي زوتيل وداك الشيء، كنلقى تحسن، كنلقى الناس كيحترموا رؤوسهم وكيحترموا الاخر وكاين شويه ديال التباعد. المقاهي والمطاعم والفنادق بالصويره اكثر الفضاءات استقطابا للسياح، وهنا السلطات المحليه والامنيه والصحيه تكثف من حملات المراقبة للتحسيس بضرورة احترام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا. تقوم لجان المراقبة بمراقبات المؤسسات السياحية والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم للوقوف على مدى احترام ديالها لهذه الإجراءات، كتوفير المعقمات داخل المحلات، كارتداء الكمامة بالنسبة للعاملين بشكل صحيح، ومبدا الوقوف كذلك على وجود علامات التشوير. تنقوم بالحراسه على الحراسه يعني المطاعم، تحسهم ان تكون مسافه التباعد ما بين لي طابل والكراسي، يعني الناس ما يكونش واحد ازدحام بيناتهم، والتوفر ديالهم على وسائل ديال التعقيم والكمامات، وبالنسبه للناس اللي خدامين في الكويزين وهذا. تيجوا تيراقبوا الجيل ديزانفيكتون، ديستانسياسيون ديال الطوابير، لي بافيت ديالنا، الكليان ديال سميتو الاصدقاء اللي خدامين عندنا، ليجيان الداخل ديال الكويزين وليجيان على برا. أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلتها الصويرة يوم أمس، من أصل 1088 إصابة جديدة مؤكدة بجهات مراكش آسفي، رقم يدوق ناقوس الخطر ووضع يفرض المزيد من الحذر والتقيد بتدابير الوقاية من قبل الجميع للحيلولة دون استمرار تدهور الوضع الوبائي. وعبر العالم تصاعدت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد وسلالاته المتحورة في عشرات البلدان. وحسب منظمة الصحة العالمية فإن الوضع الوبائي تفاقم الأسبوع الماضي عما كان عليه الأمر من قبل، خصوصا في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. إبراهيم المرزوقي. ارتفاع مهول في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي خلال الأسبوع الماضي. منظمة الصحة العالمية وفي نشرتها الوبائية الأسبوعية أعلنت عن تسجيل نحو 3 ملايين و800 ألف إصابة مؤكدة
وأزيد من 69 ألف وفاة بالوباء خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 من هذا الشهر، وذلك بزيادة في أعداد الإصابات بنسبة 8% وارتفاع في أعداد الوفيات بنسبة 21% عن الأسبوع ما قبل الماضي. وقد سجل النصيب الأكبر من هذه الأرقام في بلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية عاد المعدل الأسبوعي للإصابة بكورونا ليتجاوز 56 ألفا، ويشكل المتحور الهندي دلتا أزيد من 90% من هذه الإصابات، ما دفع السلطات الأمريكية إلى دعوة الأمريكيين الملقحين إلى وضع الكمامات من جديد في الأماكن العامة الداخلية. أما في أستراليا فقد أعلنت السلطات أن تدابير الإغلاق العام السارية في سيدني لن ترفع كما كان مقررا في نهاية هذا الشهر، بل ستمدد شهرا إضافيا، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات خصوصا بسلالة دلتا. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم بالرباط لقاء لمناقشة وتبادل الرؤى مع مختلف الفاعلين حول موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة وسبل النهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتغيير نظرة المجتمع لموضوع الإعاقة وسبل الإدماج لهذه الفئة. لطيفة بن حليمة والمهدي الشطيبي. هذا اللقاء محطة مهمة في مشروع تغيير النظرة النمطية وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تصور الإعاقة بالمغرب، الذي تنفذه منظمة اليونسكو بمشاركة 3 وكالات أممية وفاعلين حكوميين. مشروع استمر العمل فيه 2 سنين، وغرضه إزالة العقبات التي تقف أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق ولوجهم الشامل للحقوق والخدمات. هناك أسرة من 4 في المغرب تعاني من إعاقة أحد أفرادها، وهذا تحدي كبير يفرض تدخل كل الفاعلين من أجل العمل على بناء مجتمع يحضن الأشخاص المعاقين ويعطيهم كامل حقوقهم ويمنحهم مكانة خاصة بناء على مبادئ حقوق الإنسان. جيت حضرت هذا المشروع حيت ساهمت في واحد شريط فيديو، واحد الفيلم اللي كان نحاول نبين من بين هذا الفيلم الطاقة ديال الأشخاص في وضعية إعاقة، اللي إن شاء الله كنتمنى أنها تغير المنظور للشخص في وضعية إعاقة كذلك. وفي مشروعها تشدد منظمة اليونسكو على 4 دعامات للتغيير للمساهمة في النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، تتعلق بوضع سياسات شاملة للإعاقة وتغيير المعايير الثقافية والصور النمطية السلبية بشكل عام، وتحسين خدمات الصحة، ودمج حقوق الأشخاص المعاقين في بلورة جميع الاستراتيجيات القطاعية. وللحديث أوفر حول هذا الموضوع نربط الاتصال مباشرة بالسيد عبد المجيد مكاني، الكاتب العام للتحالف من أجل دعم الأشخاص في وضعية إعاقة. سيدي مرحبا، كيف تمت بلورة هذا المشروع من أجل تغيير نظرة المجتمع لموضوع الإعاقة وتهيئ سبل الإدماج الاجتماعي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة؟ شكرا اولا على الاستضافه. هذا المشروع هو ثمره ديال واحد المجهودات وديال لا كونفيرجونس الالتقائيه ما بين مجموعه من المؤسسات اللي هي تابعه للامم المتحده بما فيها اليونسكو، لو ام اس، لو فنواب ولو بنود. وهذا المشروع امتد على مده ديال 3 سنوات، واللي كانوا فيه كذلك أطراف من القطاعات الحكومية مساهمة فيه، اللي هما وزارة التضامن ووزارة الصحة ووزارة التعليم
وفرقاء آخرين في اللي كيشتغلوا على الحكمة وعلى حقوق الإنسان، من ضمنهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبطبيعة الحال هذا المشروع عرف كذلك المساهمة ديال المجتمع المدني، وهنا كنلمسوا الالتقائية ديال كل الفاعلين من أجل أولا رفع كل الحواجز اللي كتكون أمام الأشخاص المعاقين، والبناء ونظرة جديدة مبنية على حقوق الإنسان، وتساهم في إدماج الأشخاص المعاقين في المجتمع ديالهم باش يمكن لهم يمارسوا حقوقهم الأساسية، وباش كذلك يتمتعوا بالحياة لا الاجتماعية ولا السياسية ولا الاقتصادية بشكل اللي يخليهم دائما مساهمين كمواطنين فعالين في المجتمع ديالهم. طيب سيدي، ما هي الآفاق المستقبلية لهذه المبادرة التي أطلقتها اليونسكو لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؟ وهاد المبادرة ما نساوش أولا هي كتدخل في واحد المسار ديال الأمم المتحدة، هاد المسار اللي كتدعمو اليوم بدعم من وشراكة مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة اللي هو UNPRD. هاد البرنامج وهذا المشروع أساسا هو غادي يمكننا أننا نشتغلوا على كل المقومات اللي تساهم في تقويم كل ما هو يشوب ويحول دون مشاركة الأشخاص المعاقين في المجتمع ديالهم. الآفاق المستقبلية هي أنه هذا المشروع غادي يدعم مجموعة ديال الأهداف اللي كتسهل الوصول للأشخاص المعاقين للحقوق ديالهم. ولهذا الغرض اعتمدنا واحد الميثاق اللي إن شاء الله غادي يتم توزيعه على جميع الفاعلين باش يمكن لهم يوقعوه، واللي غادي يمكننا أننا نوصله إلى تحقيق أهداف استراتيجية تساهم في إدماج الأشخاص المعاقين، إدماج شامل للأشخاص المعاقين. شكرا. إذن السيد عبد المجيد مكني الكاتب العام للتحالف من أجل دعم الأشخاص في وضعية إعاقة كنت معنا مباشرة، شكرا على كل هذه المعلومات. في الميدان الرياضي تأهل اليوم المغربي ماتيس سودي إلى نصف نهاية سباق المنعرجات لمسابقة قوارب الكاياك ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو، وحل ماتيس في المركز السابع خلال الجولة الإقصائية الأولى بتوقيت 93 ثانية و86 جزءا من المئة، قبل أن ينهي الجولة الثانية في الرتبة 19 بتوقيت 98 ثانية و92 جزءا من المئة. وسيخوض ماتيس ممثل المغرب الوحيد في مسابقة قوارب الكاياك بعد الإقصاء المبكر لمواطنته جودار سيليا منافسات نصف النهاية بعد غد الجمعة. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، قبل توديعكم هذه أبرز العناوين. تقرير النموذج التنموي الجديد مشروع وطني وفق مقاربة تشاركية شخصت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويقترح رؤية تمتد على مدى 14 سنة من أهدافه تحقيق نهضة شاملة. حصيلة وبائية غير مسبوقة تجاوزت المستوى القياسي المسجل في نوفمبر المنصرم، حوالي 7000 إصابة جديدة و27 حالة وفاة، مؤشر مقلق يهدد بانتكاسة وشيكة. الأشخاص في وضعية إعاقة وسبل النهوض بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان موضوع لقاء بالرباط لتبادل الرؤى من أجل تغيير نظرة المجتمع لموضوع الإعاقة وسبل الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.